في بالقرآن تقريباً 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. لذلك أخواننا الكرام، الحكمة أن التطور العلمي وحده يكشف عظمة هذه الآيات، لكن أريد أن أنقل لكم موقفاً حرجاً جداً. إياك أن تمدح القرآن لأنه وافق العلم، إياك. يجب أن تمدح العلم إذا وافق القرآن. القرآن هو الأصل، هو كلام رب العالمين. يعني مثل بسيط، عالم فيزيائي يعد من أعلم علماء الفيزياء، أينشتاين. هذا نشأ في ألمانيا وانتقل إلى أمريكا. هذا العالم جاء بالنظرية النسبية، تعد أول نظرية في علم الفيزياء. هذه النظرية من خلالها اكتشفت السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء، بس انتهى الأمر. النظرية النسبية، وهذه النظرية طاف أينشتاين على 35 ولاية بأمريكا وألقى هذه النظرية التي تفرد بها. الآن في طرفة معه سائق يحفظها عن غيب 35 مرة، رجاه في آخر ولاية رقم 35 أن يقدم أينشتاين سائقه على أنه أينشتاين. ما كان في تصوير وقتها، فقدمه، وهذا السائق ألقى المحاضرة كما ينبغي تماماً، بس ما عنده إمكان يجيب على أسئلة. أحد كبار الدكاترة بروفيسور سأله سؤال محرج، قال له سؤالك سخيف جداً، والدليل أنا حكلف السائق تبعي يجاوبك. فهذا العالم كبير، هذا وصل إلى سرعة الضوء. كيف؟ هل تصدقون هذه السرعة بآية قرآنية؟ نبدأ. الأرض والقمر، القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، صح؟ دورة كل شهر. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط طبعاً الخط هو نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، واضح؟ نصف القطر ضرب 2 القطر، ضرب البي 3.14 المحيط. يعني ابنك الصغير بدقائق مع آلة حاسبة يحسب لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهر، ضرب 12 بالسنة، ضرب 1000 بألف سنة. العملية تتم بدقائق، بس نعرف نصف قطر القمر مع نصف قطر الأرض مع المسافة بينهما. الآن لو قسمنا المسافة على الزمن، الناتج السرعة. مشينا 200 كيلومتر بساعة، معنى السرعة من قسم المسافة على الزمن بيطلع بالساعة مشينا 50 كيلومتر مثلاً. لو قسمنا هذا الرقم الذي كشفناه من قطر نصف قطر القمر مع نصف قطر الأرض مع المسافة بينهما ضرب 2 ضرب البي ضرب 12 ضرب 1000 على الزمن، على 1000 السرعة بالسنة، على 365 السرعة باليوم، على 24 سرعة بالساعة، على 60 بالدقيقة، على 60 بالثانية، إنها سرعة الضوء. هذا البحث من 80 صفحة عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي السادس في موسكو. الآية بقى،
وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. هالنظرية العملاقة، النظرية النسبية التي قلبت مفاهيم الفيزياء مدرجة بخمس كلمات في القرآن الكريم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الآن الأرض تدور حول الشمس، المسار ليس دائرياً بل هو بيضوي، البيضوي شكل له مركزان، فإذا انتقلت الأرض من القطر الأطول، البيضوي له قطران، قطر أطول قطر أصغر، من هنا إلى هنا أصغر، من هنا إلى هنا أكبر، فإذا انتقلت الأرض من قطرها الأكبر إلى الأصغر المسافة ضاقت، الجاذبية زادت، فلا بد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس، قانون الكتلة والمسافة الذي يتحكم بالجذب المغناطيسي، الكتلة والمسافة، كتلة ثابتة، مسافة اختلفت، هنا نصف القطر طويل هذا قصير، فانتقلت من هنا إلى هنا، لا بد من أن تنجذب إلى الشمس، فإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة. ما عاد فيه المجلس هذا، راح المجلس، راحت الجزائر كلها، راح الشرق الأوسط كله. ما الذي يحصل؟ الآن دققوا، ترفع الأرض سرعتها هنا، لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. الآية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، الانحراف. هذا العلم، العلم بكل ما فيه يؤكد عظمة الله، يؤكد وجوده، يؤكد وحدانيته، يؤكد كماله. الآن الأرض رفعت سرعتها، نشأ قوة نابذة كافأت قوة جاذبة، كل واحد منكم لو أمسك سطل الماء ودوره ما بينزل، في قوة نابذة لأنه طيب. الآن الأرض سارت إلى القطر الأطول، المسافة زادت، الجاذبية ضعفت، ينبغي أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس. إن تفلتت في نتيجة بسيطة جداً، الحرارة 360 تحت الصفر، تنتهي الحياة إذا تفلتت من شدة البرودة، وتنتهي الحياة إذا انجذبت من شدة الحرارة. تتبخر الأرض في ثانية واحدة 40,000 درجة في ثانية واحدة. الذي قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.